تجري مباراة كرة القدم على ملعب مستطيل تحدده خطوط التماس والمرمى. تنطلق المباراة بضربة البداية من نقطة المنتصف، ويتألف المرمى من قائمين وعارضة، وتمتد حوله منطقة المرمى والجزاء. فريق كرة القدم مؤلف من 11 لاعباً بينهم حارس مرمى، وتتبدل مراكز هؤلاء بحسب التكتيك المعتمد. ولتسجيل هدف يتعين أن تتجاوز الكرة بالكامل خط مرمى الخصم بين القائمين وأسفل العارضة، ولكن قد يرفض الحكم هذا الهدف في حال كان اللاعب المسجل في وضعية تسلل. ووضعية التسلل تحتسب إذا كان اللاعب أقرب إلى خط مرمى الفريق الخصم من الكرة وآخر ثاني مدافع خصم فور تمرير الكرة إليه من لاعب زميل. أما رمية التماس فهي عندما تجتاز الكرة بالكامل أحد خطي التماس، عندئذ تنتقل الكرة إلى الفريق الخصم الذي يستأنف اللعب بإعادة الكرة إلى الملعب من خلال رمية تنفذ باليد. إلا أن الكرة قد تجتاز أيضاً خط المرمى، فإذا كان الفريق المدافع آخر من لمس الكرة، يستفيد الفريق المهاجم عند ذلك من ركلة ركنية تنفذ بركل الكرة من زاوية الملعب التي خرجت منها. وفي حال ارتكاب مخالفة خارج منطقة الجزاء، تحتسب ركلة حرة للفريق الخصم ينفذها من المكان الذي ارتكبت فيه، ويحق للفريق المدافع عندها تشكيل حائط صد لحماية المرمى. أما إذا ارتكب الخطأ داخل منطقة الجزاء، يحتسب الحكم ركلة جزاء تتم من نقطة الجزاء، بحيث يكون اللاعب المسدد بمواجهة حارس مرمى الخصم وحده، والذي يجب أن يبقى على خط مرماه إلى حين تسديد الكرة.